البنك إضافة إلى مرافقة هذ المتعاملين اللي متخصصين في استيراد شاحنات ولا السيارات، يقوم أيضا بمرافقة مهنيين أو الشركات اللي حاجتها في اقتناء هذه الشاحنات. طبعا الفورمول اللي نستعملوها هي الليزينغ، هي اللي متكافئة المتلائمة مع هذا النوع من الشاحنات. الشاحنات في السيارات بالنسبة الخفيفة بالنسبة للشركات والمهنيين. نعم، شروط الاستفادة من هذه الليزينغ؟ والله هي حسب طبعا الوضعية تاع الزبون، الميزانية نتاعو، شيف دافير، الوضعية المالية. يعني إذا كانت الوضعية نتاعو المالية تسمح باقتناء يعني هذا النوع من الشاحنات، البنك ممكن يقدم له قرض عن طريق الليزينغ. طبعا احنا ندرسوا امكانيات نتاعو للتسديد، هو اهم شيء اللي يهمنا في هذه العمليه. هو الليزينغ الايجار المالي؟ الليزينغ هو الايجار المالي طبعا، ايجار المال الموجه للمؤسسات والمنتهي بالتمليك في اخر المطاف. تكلمنا على بنك تروس. نعم، التواجد نتاعو في الجزائر ولا هو متواجد عبر 35 ولاية. نعم، بنك تروست، بنك تابع لمجموعة تروست، متواجد في 35 وكالة على حوزة التراب الوطني، متوزع في وسط البلاد، في الشرق، في الغرب، وحتى في الجنوب، حسي مسعود، تقورت، الواد، بشار، إلى غير ذلك من المدن. 2500 شاحنة وهو توزعت، كانوا فيها طلبيات ليزينغ؟ أكيد كان فيها طلبيات ليزينغ، وتم يعني القيام بها من طرف البنك بالتعاون طبعا مع الشريك صفرة ميماكس.